جينا لهذا المعرض بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الأرقان للدورة الثالثة ديالو. كنمثلوا هاد التعاونيات من إقليم صويرة. المشاركة ديالنا هنا وهي إحياء التراث المغربي، وكذلك كنعرفوا بالمنتوج ديالنا وكنتعرفوا على زبائن جداد. الارقان عندنا واحد 3 سنين هذه وغادي حتى 4 سنين كيعرف واحد النقص كبير، والجفاف اثر علينا بزاف. يعني عرف واحد طلع في الماده، طلعت بزاف غلات، الكليان ما بقوش يقدروا ياخذوه بهذاك الثمن. دابا كنديروا غير شويه ديال التجميل، المواد ديال التجميل هما اللي كنروجوهم شويه، هما اللي كاين عليهم اقبال. اما زيت الاكل واملو الثمن ديالهم شويه قاصح، وحنا حتى حنا لقينا صعوبه، لقينا مشاكل كثيره، يعني غير بالقدره ديال الله باش اننا مستمرين ومسيرين هاد التعاونيات حتى نتزوجوا هاد المحنه ان شاء الله باذن الله. ملتقى مهم كان منصه اولا لالتقاء اكثر من 100 تعاونيه وتجمع اللي كيخدموا في هذا المحيط البيئي ديال الارقان، واللي كيتبين من خلال المنتوجات المعروضه ان هناك عمل كبير اللي كتقوم به الوزاره، وخاصه وكاله ديال لانزوا اللي كتعمل واحد العمل مهم في سلسله القيمه، يعني من عند الفلاحه، من عند النساء، كتعرفوا هذه الماده هي النسائيه بامتياز، وكنشوفوا تطور ديال التثمين ديال هذه الماده، واللي اليوم الحمد لله وصلت للصعيد العالمي، ان هناك تصدير، هناك تثمين، وبطبيعه الحال الهدف هو ان القيمه المضافه ديال هذه المنتوجات ترجع للنساء ديال هذا، وهذا هو اللي كتعمل فيه الوكاله لانزوا ولادا والمديريات ديال القطاع الفلاحي. وبالتالي اظن ان نتائج مهمه، خاصه بالنسبه كما قال السيده المديره، واحد 200,000 هكتار من المجال الغابوي اللي تم الاصلاح ديالها، اكثر من 10,000 هكتار كارقان فلاحي، وهذا مستجد وجديد، وكان عندنا تمويل مهم ديال الصندوق الاخضر للمناخ واللي اعطى واحد الدفعه قويه للارقان. اليوم بالنظر للتغيرات المناخيه فارقان اصبح من سلاسل اللي عليها واحد الاقبال، وكاين مستثمرين لليوم كيقلبوا انه نديروا ارقان في المنطقه ديال هذا، اللي غيعطي بدون شك قيمه مضافه كذلك لهذه الماده الحيويه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.